حكام مباريات اليوم وطبعا طاقم التحكيم شهد حديث كثير جدا من جماهير النادي الاهلي. حكم الزامبي جاني سيكازويه هو حكم الساحه، معاه مساعد من انجولا جيرسون دو سانتوس، ومساعد من موزمبيق اريسونا شادريك هو الحكم المساعد الثاني. لن يتم تطبيق تقنيه الفار في مرحله دوري المجموعات في هذه الفتره، عشان البعض برضه بيسال على فكره تطبيق تقنيه الفيديو، لا مش موجوده في مرحله دوري المجموعات. وخلال الفتره الجايه عندي تفاصيل جديده في هذا الشان ان شاء الله باذن الله من خلال برنامج الترند، هنفرد لكم على فكره او اقول لكم خبر انفراد امتى سيتم تطبيق تقنيه الفيديو خلال الفتره الجايه، لان القصه مش ممكن تكون في نصف النهائي والنهائي، لا في تفاصيل وفي موضوعات، لكن هيجي وقتها واشرحها واقول خبر مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. لكن محتاجين نطمن على اخبار الفريق واخبار الجهاز الفني واللاعبين وكيف يستعد لمواجهه المريخ السوداني، وماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني قبل هذه المواجهه في ظل غيابات عديده بتضرب صفوف الفريق. لذلك اذهب مباشره الى مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق طبعا عشان نطمن منه على اخر الاستعدادات والتجهيز لهذه المباراه الكبيره اللي هتنطلق ان شاء الله وهتبدا في الساعه 9 بتوقيت القاهره. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام ولكل متابعي وجماهير النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. عايز اطمن منك على الاستعدادات، طبعا الفريق دخل معسكر مغلق منذ الامس، في غيابات موجوده في صفوف الفريق، ممكن يعني مران الامس يكون شهد بعض استقرار الجهاز الفني على العناصر اللي هيبدا بها مباراه النهارده، والاجواء المحيطه بالفريق في فندق الاقامه. بالفعل زي ما ذكرت محمد، يمكن الاجواء هنا يمكن على وصفها لك ويلخصها زي ما بنقول، الاجواء هنا زي ما بنقول الاهلي ما زال في اجواء المونديال، في اجواء المونديال بمعنى ان في تركيز شديد جدا، اللعيبه ملتفه حوالين بعضهم جدا، في تركيز، في اصرار ان يكون في بدايه قويه زي ما ذكرت في المقدمه بتاعتك، فوز سيمبا يعني زي ما بنقول عامل دافع للنادي الاهلي انه ان شاء الله من اول مباراه يتصدر المجموعه، خاصه المباراه الجايه ان شاء الله مع سيمبا في تنزانيا على ارضه، ده هتكون فرصه ان شاء الله انك من بدري تحسم الصعود، خاصه بقى لو هنرجع للمونديال ان اخر حاجه بيتسو موسيماني قالها بعد حصولنا على البرونزيه قال للاعبين ان شاء الله عايزين ناخد البطوله اللي جايه تبقى الثانيه على التوالي والعشره والنجمه العشره يتوج بها النادي الاهلي ونرجع هنا من ثاني وان شاء الله نحقق مركز احلى واحسن ويكون في طموح للوصول للمباراه النهائيه وتحقيق نتيجه افضل. يعني زي ما بقول لك الاجواء هنا اكثر من رائعه، اللاعبين ملتفين حول بعض بشكل كبير، يمكن وجبه الفطار كانت الساعه 10 الصبح، اللاعبين كلهم موجودين يمكن بعد ما خلصوا فطار قعدوا مع بعض اتكلموا كتير مع بعض، كذلك الجهاز الفني المعاون بكامل تشكيله مع بيتسو موسيماني بيتكلموا مهمومين بالمباراه، بيتكلموا ان هم ان شاء الله رغم الغيابات زي ما ذكر امبارح بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ان شاء الله احنا قادرين على الفوز ورغم الغيابات، لكن ان شاء الله قادرين على تعويض كل الغيابات ويكون الموجودين ان شاء الله قادرين على تحقيق الفوز، وده هدف النادي الاهلي في كل مباراته زي ما بنقول. كمان يمكن زي ما بقول لك حريص كل الحرص اللاعبين وليد سليمان يعني احد كباتن النادي الاهلي ومن اللاعبين الكبار، وليد سليمان جه ليله امس هنا الفندق واجتمع فعلا مع اللاعبين، وجه كمان النهارده الصبح قعد مع اللاعبين في جلسه مطوله اتكلموا مع بعض، اللاعبين زي ما بنقول يعني بيشدوا بعض وبيأزروا بعض ان شاء الله عايزين تبقى البدايه رغم الاصابات رغم اي شيء، لكن ان شاء الله مركزين عايزين اول ثلاث نقط نبقى في الصداره مع سيمبا، هنلعبوا الماتش الجاي ان شاء الله على ارضه باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه وهي الفوز هناك، تبقى متصدر من بدري تبعد عن الضغط العصبي، لان زي ما بنقول يا محمد احنا الاهلي مش همه انه يعدي بس من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، لا الاهلي همه انه يوصل للنهائي، همه يعني زي ما بنقول احنا عملنا الصعب وخدنا البطوله السنه اللي فاتت، الاصعب هو الحفاظ على وجودك في مكانك الطبيعي يعني على قائمه الانديه الافريقيه، يمكن 2005 2006 انت البطل، 2007 بتخسر في النهائي، 2008 بتعود من جديد تبقى البطل وتوصل لكاس العالم للانديه، 2012 2013 انت البطل، ب 17 18 بتوصل مرتين للنهايه ما كانش فيه توفيق، وصلت في 2020، فالمطلوب ان شاء الله من اللاعبين 21 ان شاء الله يبقى بطل افريقيا المره الثانيه على التوالي وموجود في كاس العالم انديه بطموح جديد خالص بقى وهالوصول للمباراه النهائيه باذن الله. يمكن زي ما قلت لك بقى التفاصيل يوم والاجواء هنا، الفطار كان 10 الصبح، بعد كده يمكن اللاعبين نزلوا والغدا الساعه 2، زي ما قلت لك برده كان في اجتماع بعد الغدا وكلام كتير، ما فيش حديث ولا يعني زي ما بقول لك نفس اجواء المونديال اللي كنا بنتابعها على شاشه قناه النادي الاهلي شايفينها هنا في الفندق، التفاف كامل اللاعبين، تركيز تام في المباراه، اجواء بجد نادي بطل نادي بطوله، اللاعبين زي ما يعني
يعني وانا بكلمك حالا دلوقتي بنجهز القاعه المخصصه لالقاء المحاضره الفنيه بتجهز حالا، ويمكن بعض من افراد الجهاز المعاون في القاعه بالفعل بيحضروا محلل الاداء موجود في انتظار نزول اللاعبين بعد دقائق معدوده. يعني هيبقى في محاضره فنيه ان شاء الله في الخامسه والنصف، بعد كده هيبقى وبعدها يعلن ان شاء الله التشكيل اللي هيخوض به الاهلي المباراه، في بعد كده يعني تناول وجبه خفيفه ان شاء الله في مطعم الفندق هنا، ومن ثم ان شاء الله التحرك لملعب المباراه هيكون فيه تمام السابعه مساء زي ما تم الاتفاق في الاجتماع الفني اللي هيتم عقده امبارح في النادي الاهلي. وطبعا انت اكيد التفاصيل كلها عندك، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده بزي التقليدي ان شاء الله هيكون في مواجهه المريخ السوداني. طيب محمد، سؤال اخير وحاول بقى استفيد من خبراتك، لان انت طبعا من الناس الموجوده منذ سنوات طويله مع بعثه او مع فريق النادي الاهلي بشكل كبير في معسكراته قبل المباريات الهامه. ما لمسته هذه المره من خلال مجموعه اللاعبين والجهاز الفني؟ ايه الجديد اللي انت شايفه النهارده يعني بالنسبه للاستعداد لمباراه المريخ، او الجزئيه اللي انت لفتت انتباهك في معسكر الفريق قبل مواجهه المريخ عن سنوات سابقه او اجيال سابقه؟ بس النقطه دي بالتحديد عشان اكون امين معاك يا محمد، مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه الجيل دوت، يمكن الجيل بالكامل مفيش باستثناء وليد سليمان هو اللي سبق ليه لعب كاس العالم للانديه، كون ماتش المريخ عاقب على طول انتهاء المونديال ده عامل حاله كبيره جدا للاعبين، تتلخص في ان اللعيبه عايزه تروح تاني. اللعيبه دي اول مره تشارك في كاس العالم للانديه، اللعيبه مصره انها تروح تاني. دوت يمكن زي ما بقول لك هيبقى له اثر ايجابي كتير جدا في المباراه النهارده، ان اللاعبين خلاص لا احنا مصممين بطوله افريقيا دي بقت هدف يعني صعب التنازل عنه، لا عايزين نكسب بطوله افريقيا تاني، ده زي ما بنقول مكاننا الطبيعي، عايزين نروح كاس العالم للانديه تاني. يمكن حرزنا البرونزيه للمره الثانيه في تاريخنا، لكن اللاعبين مش راضيين، يعني تحس ان اللاعبين مش راضيين بده، لا في طموح جديد وفي هدف جديد بالعوده. يمكن كمان يمكن بعد الغداء اجتمعت مع دكتور احمد ابو عبله، يعني جمعني بيه حوار، عايز برضه اقول لك حاجات يعني ليك في الترند لاول مره، يمكن اتكلمت معاه عن المصابين، طبعا انت عارف اكثر من اصابه، فقال لي ان ايمن اشرف ان شاء الله هيكون موجود في سفريه تنزانيا في مباراه سيمبا ان شاء الله، لكن للاسف علي معلول هيبقى خارج السفريه، طاهر محمد طاهر صلاح محسن الثلاثه خارج السفريه، وطبعا يعني زي ما بنقول وليد سليمان كمان خارج القائمه اللي هتسافر، لكن هو ايمن اشرف الفريق يعني هيستعيده ان شاء الله وهيبقى موجود ان شاء الله خلال سفريه تنزانيا مع الفريق ان شاء الله. بتحدد ميعاد السفر يا محمد؟ الى الان لا، بس يعني تمام. زي ما بنقول كده يمكن من مصادرنا الخاصه ان شاء الله هيبقى يوم الجمعه يعني باذن الله ان شاء الله. الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه فريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه المريخ، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات قبل المواجهه المنتظره. الفريق ان شاء الله هيتحرك الساعه 7، المباراه الساعه 9، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مواجهه زعيم الكره السودانيه نادي المريخ السوداني.